لو تنقل لنا المشهد الآن في العاصمة السودان قبل انطلاق المظاهرات. نعم تيماء، المشهد الآن قبل انطلاقة هذه المظاهرات التي تنطلق في العاصمة الخرطوم وعدد من المدن السودانية. في العاصمة الخرطوم تم إغلاق جميع الجسور عدا جسري الحلفاية وسوبا، وأيضا عديد الطرق خاصة المؤدية إلى القصر الرئاسي وإلى القيادة العامة للجيش، كما أعلنت عديد المدارس بالولايات ومن بينها ولاية الخرطوم وتعطيل الدراسة اليوم. أيضا تتزامن مع هذه الذكرى لمرور عام على ما جرى في 25 من أكتوبر الماضي للعام 2021، والذي يصفه الجيش بالقرارات التصحيحية، وتصفه قوى الثورة وتنسيقيات اللجان بالانقلاب والانقضاض على الوثيقة الدستورية وقطع الطريق أمام الانتقال الديمقراطي. في هذا التاريخ أي 25 من أكتوبر الماضي للعام 2021 تم بموجبه حل مجلسي السيادة والوزراء، وفي 21 من نوفمبر تم عقد اتفاق سياسي ما بين الرئيس مجلس السيادة الفريق والركن عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، ولكن هذا الإعلان السياسي لم يصمد نتيجة لعدم الإجماع الوطني عليه. بعد ذلك تشكلت الآلية الثلاثية التي تضم اليونيتامس الاتحاد الأفريقي والإيجاد، وأجرت حوارا مباشرا مع الفرقاء السودانيين وكل الأطراف. هذا الحوار قاطعته مركزية قوى الحرية والتغيير، والتي تقول إن ما نشأ في 25 من أكتوبر الماضي وما ترتب عليه وأنه تم قطع الطريق أمام التحول المدني الديمقراطي، لذلك هي قاطعت هذا الحوار المباشر. قبل أقل من شهر انسحب الجيش من العملية السياسية بما فيها الحوار الذي تيسره الآلية الثلاثية، مفسحا المجال وفقا لخطاب في 4 يوليو الماضي لرئيس مجلس السيادة الفريق والركن عبد الفتاح البرهان، مفسحا المجال للقوى السياسية والقوى الثورية. بعد ذلك يعني نشطت تنسيقيات اللجان ووقعت على ميثاق موحد لإدارة الانتقال الديمقراطي وللعمل على توحيد صفوف قوى الثورة وإنهاء ما تم في 25 من أكتوبر الماضي، رافضة كل ما من شأنه يعني أن يعني يدير عملية سياسية عنوانها الكبير التسوية، حيث إن هذا الميثاق الموحد رفض هذه العملية أي عملية التسوية التي ذكرتها مصادر ووسائل إعلام محلية بأن هنالك اتفاقا جرى ما بين المكون العسكري وما بين قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، وهذا ما نفاه الجيش في بيان له، وأيضا ما نفته الحرية والتغيير بأن ليس هنالك أي مسودة اتفاق ما بينها وبين المكون العسكري. نشط هذا الحراك التصعيدي لقوى الثورة والذي تدعو له تنسيقيات اللجان، مراهنين على كل الوسائل السلمية من عصيان وإضراب وتظاهر لاستعادة مسار الانتقال الديمقراطي.